السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. رمضان كريم بقلوب لا تخلو من اشتياقات للنور. يستقبل اليمنيون شهر رمضان بترحيب أقل ووجع أكثر فيما يمكن وصفه بنصف بهجة ومعاناة كاملة. ويمكننا أن نستبدل بأي حال عدت يا عيد بأي حال عدت يا رمضان في البلاد المحكومة بقبضة الريح والرماد وأشياء أخرى. الأرقام وقاعدة البيانات لدخل الأسر تشير إلى انخفاض الطاقة الشرائية للأسرة اليمنية في هذا الشهر أكثر من أي وقت مضى، ومنازل ذوي الدخل المحدود لا تبدو على ما يرام في ظل انقطاع الرواتب. أما المدن والمناطق المحاصرة فتتضاعف فيها المأساة عندما تصبح مدافع الموت بديلا عن مدفع رمضان المألوف، وشظايا القذائف بديلا عن حبات التمر، وصوت سيارات الإسعاف بديلا عن صوت التواشيح والابتهالات الرمضانية التي ارتبطت في وجدان الإنسان اليمني منذ القدم. جهود الإغاثة في رمضان والمؤسسات الإغاثية تبدو وحدها غير قادرة بمفردها على إغاثة الناس في مخيمات النازحين حيث المعاناة المضاعفة. فكيف استقبل اليمنيون رمضان في سنة ثالثة من الحرب منذ الانقلاب والاجتياح؟ وهل ستصوم آلة الموت التي تحصد أرواح المدنيين في هذا الشهر الفضيل؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير بك. كل عام وأنت بخير. رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير والمشاهدين الأعزاء. أستاذ محمد، قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. للعام الثالث يحل شهر رمضان على اليمنيين في واقع تسوده الحرب، إلا أن مطلع هلال رمضان لهذا العام وساعاته الأولى تبدو لحظات مكابدات في هذا الشهر الفضيل وروحانيته التي ألفها اليمنيون، وهم يضفون على الصيام نكهة خاصة ومذاقا آخر. بقليل من الفرح وكثير من الأوجاع يحل شهر رمضان على بلد تتقاسمه الحرب وتضاعف من مآسيه. رمضان أو اليمنيين بالكامل يستقبلوه بالحالة الاقتصادية المادية ضعيفة والرديئة جدا، لكن الناس فيهم أمل يعني بالله سبحانه وتعالى. تباين تلك المشاعر يبدو واضحا بين المناطق المحررة وتلك التي لا يزال كابوس الحرب مخيما عليها، حيث تشهد المناطق المحررة استقرارا نسبيا وتوفرا في أساسيات الحياة. حصلت تغيرات لكن الحالة الطبيعية مستمرة والناس ما شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا ويوفق الشعب اليمني لكل خير. إحنا عندنا الشعب اليمني يستقبل رمضان بكل فرحة وبكل تقى، يعني من قبل رمضان يجهزون الناس لكل شيء، يجهزون الحياة واجدة ويسوون كلها ناس تكون فرحانة بقدوم رمضان. في المقابل تظل مناطق الحرب مسرحا للمعاناة في ظل عوز الحال وسوء الظروف المحيطة برمضان، خصوصا مناطق المواجهات التي لم يتوقف فيها القتال. بلد يعيش أكثر من نصف مواطنيه تحت خط الفقر ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويشهد الوضع الاقتصادي فيه تدهورا حادا وبطالة تتفاقم، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تفرض إتاوات مستمرة على التجار، مما يضاعف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ويزيد المأساة. شهر رمضان الذي ارتبط بالرحمة والتكافل الإنساني بين الناس يؤمل فيه اليمنيون أن يكون فرصة للسلام حتى يتسنى لهم قضاء أيامه بعيدا عن الحرب وويلاتها، مع الحديث عن هدنة مرتقبة ليصوموا رمضان بسلام. فهل تصوم الكاتيوشا عن أرواحهم؟ إذا مشاهدينا الكرام نبدأ هذه الحلقة أستاذ محمد يعني بالحديث برأيك عن رمضان في هذا العام. ما الذي اختلف فيه؟ نحن يعني ربما شاهدنا بعض يعني أراء يعني أختين من هناك، هناك مهما حدث يعني هناك فرحة لا يستطيع أن يخفيها اليمني. في الجانب الآخر أيضا وجدنا صور جدا يعني مؤثرة في مناطق النزوح بالذات. أولا تحية طيبة لك أخت آسيا وشكرا لقناة بلقيس مرة أخرى، ويطيب لي أن أتوجه للشعب اليمني الكريم والنبيل بالتهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير والسلام والأمن والبشرية جمعاء. الآراء التي نقلتها عدسة بلقيس عينات من الشارع اليمني حول رمضان وكيفية استقبالهم لرمضان في الحقيقة
يعني هي تعبير واقعي عن اليمني الأصيل والنبيل والمصابر رغم المأساة ورغم ظروف الحرب والقهر والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها اليمنيون. أما بالنسبة للسؤال ما لا يختلف، هل هناك اختلاف في شيء ما بالنسبة لرمضان هذا عن سابقه أو عن رمضانات السابقة؟ أعتقد أنه لا جديد إلا مزيد من القبضة الإجرامية لميليشيا العدوان في الداخل اليمني التي استمرت طيلة يعني الفترة الماضية سنتين وأكثر في محاربة الشعب اليمني، في حصاره، في تجويعه، في إفقاره، في العدوان عليه في كل مظاهر الحياة، يعني جسدت بكل ما يمكن أن يقال أنها سلاح دمار شامل للحياة في اليمن. ميليشيات الحوثيين وصالح منذ اجتياحهم للمدن اليمنية وسيطرتهم على مقاليد السلطة ثم ممارستهم القمع ضد أي مظاهر للحياة المدنية والسياسية في البلد، تحولت اليمن إلى جحيم كبير يصطلي اليمنيون بنار هذه الجحيم. تتفنن مع الأيام هذه الميليشيات في إيذاء اليمنيين وفي التنكيل بهم بصور شتى. كنا قبل أيام اليمنيون ينثرون إلى الأسواق للحصول على يعني مقاضي رمضان، وكانت الميليشيا تستنفر مسلحيها وميليشياتها في جبهات تعز وتقصف بمختلف أنواع الأسلحة المدنيين والسكان، وسقوط الكثير من المدنيين بينهم أطفال ونساء. وفقدنا رمضان هذا كوكبة من خيرة الشباب الإعلاميين الذين كانوا هم عين الحقيقة، ينقلون واقع الحال في مدينة تعز أو ينقلون على الأقل ما يمكن أن تنقله عدسة الكاميرا من الواقع، ومع ذلك طالتهم قذائف الحوثيين وصالح وقتلوا وهم يغطون أحداث مدينة تعز وينقلون يعني يغطون التطورات المواجهات في الجبهات. لا يمكن أن يكون هناك أي مواطن في الداخل اليمني إلا ومسه الضر بسبب سطوة هذه الميليشيات وسياساتها القمعية التنكيلية بحق اليمنيين. نعم أستاذ محمد، ربما إضافة أخرى، يعني أن هذا رمضان أتى وهناك ربما يعني 6 أشهر بدون رواتب كثير من الموظفين، وبعضهم 9 أشهر، يعني هذه ربما إضافة مأساوية. صحيح، هذه إضافة مأساوية فعلا. يعني إذا كان كنا كما أقول يعني قبل قليل أنه في كل مدة زمنية أو مرحلة زمنية تنتقل الميليشيات بالمجتمع وبأساليب التنكيل والقمع والإيذاء لليمنيين إلى مرحلة أخرى متطورة، يبدو أن هناك يعني خبراء لهذه الميليشيات يتفننون في إيذاء المجتمع اليمني وفي قهره وفي الاستبداد به وفي حتى مسألة الاستخفاف أيضا باليمنيين وبمشاعرهم وبحقوقهم وحرياتهم. الآن اليمنيون منذ عدة أشهر بدون مرتبات، كان الحوثيون وقياداتهم يقولون إن لديهم مرتبات كما صرحوا بعضهم في وسائل الإعلام لمدة 100 سنة، والآخرون يتحدثون عن وجود يعني المرتبات والأموال التي نهبوها من خزينة البنك المركزي مكدسة في بدرومات قيادات ميليشيات الحوثيين في صنعاء وفي مناطق أخرى، وبينما يعاني اليمنيون من شظف العيش ومن قسوة الظروف بسبب حرمانهم من حقوقهم، وأبسط هذه الحقوق هو الرواتب يعني لموظفي الدولة. يعني استخفوا باليمنيين أيضا في مسألة الرواتب وبدأوا يمنحون الناس قسائم التي كان أشير إليها في وسائل الإعلام، يعني مشاكلها ربما أكبر من هي أيضا هم يحاولون، هو جزء من سياسة إيذاء اليمنيين والتنكيل بهم وقهرهم، أولا فيها جانب استخفاف باليمنيين وحقوقهم، ومن ناحية أخرى يعني هي خطوة مدروسة وخبيثة لأنها تهدف إلى يعني إعادة تدوير أموال البلاد في طبقة محددة من هذا الكيان السلالي العنصري الميليشاوي، ولا تخرج هذه المقدرات المالية والنقود عن أيادي
يعني طبقة من الدخلاء الذين الدخلاء على قطاع رأس المال والأعمال في اليمن الذين صنعتهم هذه الميليشيا منذ سيطرتها على البلاد. وهؤلاء القطاع هم الذين الآن تحاول الميليشيا جاهدة أن يكون لهم يعني السيطرة التامة على المجال الاقتصادي في البلد. وبالتالي يعني حتى في الحديث دائما عن مظهر أو عن وسيلة من وسائل الإيذاء والتنكيل بالمجتمع اليمني الذي تمارسه هذه الميليشيات تحاول أن تستفيد أيضا لمصلحتها في الجانب الآخر، هي تبني مجدها على آلام وأوجاع اليمنيين ومعاناتهم ومآسيهم للأسف الشديد. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي يحيى ثلاية من مأرب. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير أستاذ يحيى. كل عام وأنت بخير يحيى، رمضان كريم. ويعني نود أن نعرف منك عن الواقع أو واقع رمضان في المناطق المحررة، كيف يبدو؟ شهر مبارك وأخي العزيز عليك وعلى مستمعي قناة بلقيس الفضائية وعلى كل أبناء الشعب اليمني والأمة العربية. إن شاء الله يكون هذا شهر فرج ونصر اليمنيين، إن شاء الله يسعدنا في وطنهم. رمضان يأتي هذا العام على اليمنيين عموما في أوضاع ليست كما يتمنون. الأمة يعني البلد بأكملها تشهد حروبا وأزمات وصعوبة فرص العيش، هذه الذي يعاني منها اليمنيون، إلا أنها ربما في المناطق المحررة تكون يعني أقل أخف في بعض الجوانب، وفي ربما في مأرب بالتحديد الناس هنا حاولوا أن يستقبلوا رمضان بالابتسامة رغم الحرب ورغم ما يفجعون به من شبابهم ومن أبطالهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة، لكن إن شاء الله يحاول الناس أن يبتسموا لهذا الشهر رغم ما يمرون به. نعم، إذن يحيى طبيعة المواجهات يعني برأيك هل ستشهد هدنة في هذا الشهر الفضيل أم أنه لا هدنة في ديدن يعني الميليشيا؟ نحن للأسف الشديد أمام ميليشيا لا تحترم شهر رمضان والشهر الحرم ولا تحترم أي قيمة. الميليشيا نتذكر أنها أسقطت عمران في شهر رمضان وأسقطت كثير من بنود هذا الأشهر لا تفرق بين شيء، وبالتالي ليس على اليمنيين الا ان يتصدوا لهذا العبث، والا لو ركنا الى انها ستحترم هذا الاشهر لاجتاحت البلاد باكملها، لا يعني لا قذائفها تتساقط اليوم على تعز وعلى الجبهات المشتعله في نهم وفي صباح وفي غيرها، لكن ان شاء الله ستكون الامور احسن من يعني من رمضانات سابقه بحكم اننا اليوم في معركه العوده وفي معركه استعاده البلد بعد ان كنا كل يوم نخسر منطقه. نعم، إذن كيف هي معنويات يعني من يقدمون هذه التضحيات أستاذ يحيى؟ هذا رمضان الثالث ربما سنة ثالثة حرب كما يقال، هل ما زالت معنوياتهم بنفس الروح يعني رغم كل هذه المدة الطويلة من الحرب؟ هل هناك يعني ما زالت أهدافهم هي ذاتها في مسألة استعادة الدولة؟ ربما معنوياتهم ليست كالسابق، هي اليوم افضل بالتاكيد، اليوم تحقق للجيش الوطني وللمقاومه وللشرعيه بشكل عام انجازات كبيره رغم المكائد ورغم المؤامرات ورغم الامكانات الضيقه. نحن اليوم على تخوم صنعاء، نحن اليوم على وشك تحرير تعز، نحن اليوم هناك مناطق كبيره من مساحه الشرعيه محرره، هناك العزيمه لدى ابناء الجيش الوطني ولدى الابطال في الجبهات لا تلين تزداد كل يوم، التفاؤل موجود ان شاء الله وباذن الله البلد الى خير. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط السياسي يحيى ثلاية، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني حدثنا الأستاذ يحيى ثلاية عن رمضان في بعض المناطق المحررة مثل مأرب رغم الحرب، رغم إلا أن هناك يعني مظاهر الفرح لابد منها، هناك صمود أيضا في مسألة استعادة الدولة. كنا نتحدث قبل يعني حديث الأستاذ يحيى في مسألة البطائق التموينية التي يعني ربما نتوقف عندها قليلا، لا يوجد رواتب، بطائق تموينية صرفت لبعض الموظفين والبعض الآخر لا، محصورة فقط في بعض المحلات التجارية لا يستطيع أن يشتري بها من أي مكان. يعني ربما إحدى الصديقات
على الفيسبوك علقت أنها لم تستطع إلا أن تكدس أكوام يعني غسيل مسحوق الغسيل الذي لم يتبقى في السوبر ماركت إلا هو كل البضائع نفذت. هذه المسألة يعني هي فيها ربما ذل آخر يضاف إلى إذلال اليمني، أن تمنح بطاقة لتشتري ما تحتاجه لتذهب وقد انتهت الاحتياجات الأساسية قبل رمضان الذي يعرف يعني بأنه هناك احتياجات إضافية عن الأيام الأخرى. يعني في الحقيقة دائما نقول ونعيد ونكرر أخت آسيا أنه هذه الميليشيات أساسا تستند على موروث تاريخي موغل في إيذاء اليمنيين وفي الاستخفاف بحقوق اليمنيين وحتى بعقول الناس. يعني عندما تصرف الميليشيا بطائق تموينية لموظفي الدولة ولجزء بسيط من الموظفين طبعا وللواقعين تحت سلطة هذه الميليشيا التي تعتبر نفسها هي الآن سلطة أمر واقع يعني وتقول أنها معنية بالدفاع عن اليمن كما تزعم وعن اليمنيين، بينما القطاع الواسع من الموظفين بدون مرتبات هي في الحقيقة تستند كما قلت إلى موروث إجرامي ممعن في إيذاء اليمنيين. تاريخ الأئمة الذين حكموا اليمن ردحا من الزمن كانت نفس ممارساتهم نفس أساليبهم نفس سياساتهم مع نوع من التحديث بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات العصر وبما يتناسب أيضا مع العلاقة التي أصبحت مكشوفة لهذه الميليشيات مع النظام الملالي في إيران، وبالتالي هي حاولت أن تستند على هذه التجارب الإجرامية في قمع الناس والمجتمعات وإيذائهم والاستخفاف بهم ومصادرة حقوقهم. مسألة البطاقات التموينية يعني جزء من هذه السياسات وجزء من هذا السلوك. المشكلة هو أنه يعني دائما ميليشيات الحوثيين يعني وهي تمارس سلطة أمر واقع في نفس الوقت تفرض حصارا خانقا على المجتمع ويعني دون أي شعور بمسؤولية إنسانية أو أخلاقية أو وطنية أو قانونية تجاه الضحايا وتجاه اليمنيين يعني أو المجتمعات التي تقع تحت مسؤوليتها. يعني غير البطائق التموينية يعني مسألة هذا الحصار كما أشرت قبل قليل أيضا إلى أنه هذه جزء أيضا من محاولة صناعة قطاع جديد من الاقتصاديين البرجوازيين يتبعون هذا الكيان السلالي العنصري وهم الذين يكون لهم نفوذ مستقبلي حتى فيما لو حسمت المعركة لاحقا واستعيدت الدولة تبقى هناك طبقة من رجال العمل الذين أثروا يعني. نعم أثروا من مآسي اليمنيين وأوجاعهم وآلامهم وأموالهم المنهوبة. يعني كل ما تحدثنا في جانب من الجوانب المعاناة الراهنة في اليمن نجد أيضا أن هناك يعني مستفيد وحيد من هذه المعاناة ومن هذه المأساة ومتاجر بهذه المأساة هم ميليشيات الحوثيين وعكفتهم يعني حلفائهم. نعم لو نقلنا الحديث أيضا للجهات أو المناطق المحررة أستاذ محمد، يعني هناك أيضا إهمال في مسألة الرواتب وإهمال كبير، يعني لم تستلم جميع القطاعات ربما نسبة قليلة جدا من هي مستمرة في صرف الرواتب، البقية لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، صرفت لهم الدولة راتب شهر 12 وذلك يعني في حين تم الإعلان عن صرف الرواتب، ولم يستلم أيضا جميع موظفي الدولة هذا الراتب. هناك مسؤولية تقع على الحكومة للأسف، يعني رمضان يدخل ولم تحل كثير من مشاكل اليمنيين، على الأقل من يقعون تحت يعني أو تحت سلطة الأمر سلطة عفوا الحكومة الشرعية وهي المناطق المحررة. يعني فعلا وهذه مأساة جديدة، ربما في الواقع هناك جوانب إيجابية أو مستوى أفضل من المعيشة في مناطق المحررة، يعني في بعض الجوانب يعني على الأقل فيما يتعلق بجوانب الحقوق والحريات ووجود مظاهر الدولة، بينما يعني لكن في نفس الوقت تستمر المأساة والمعاناة ويستمر أيضا تستمر سياسة التجاهل لمطالب الناس وأوجاعهم بالنسبة للحكومة الشرعية. يعني هي في الحقيقة هذا التجاهل والقصور في أدائها وعدم تلبية مطالب الناس وتحمل مسؤولياتها في صرف مرتبات موظفي الدولة يأتي على حساب أيضا الشرعية. الشرعية ليست شيكا على بياض إلى ما لا نهاية ما لم تكن أنت أيضا
معني بحماية قيم الشرعية يعني وتحمل مسؤوليتك تجاه الشرعية. ليست الشرعية فقط هي مجرد عبارات تطلق في وسائل الإعلام أو نتمسك بها فقط في الإعلام، يعني يجب أن يكون هناك ممارسة على أمر الواقع. لطالما قلنا، أذكر حتى قبل عام من هنا وفي رمضان كنا نتحدث أيضا عن معاناة الناس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وعن ضرورة أن تتولى الحكومة الشرعية مسؤولياتها في عدة جوانب. أولا إعادة تفعيل مؤسسات النيابة والقضاء وبسط الأمن، إعادة الإسراع في هيكلة مؤسسات الجيش والأمن لتوفير يعني مناخ حقيقي، أيوة حقيقي وآمن لليمنيين، البدء في إعادة مظاهر الحياة المدنية، تحمل مسؤوليتها أيضا في صرف رواتب الموظفين، وعلى التحالف العربي أيضا أن يتحمل مسؤوليته في دعم الحكومة الشرعية. الجميع يعلم أن هذه المعركة ليست معركة اليمنيين وحدهم، المعركة في اليمن هي معركة اليمنيين والمحيط الإقليمي والمحيط العربي، ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في تعزيز موقع وموقف السلطة الشرعية الحاكمة في اليمن، وخصوصا في المناطق التي حررت من قبضة هذه الميليشيات. للأسف هناك نتوءات وهناك ممارسات لطالما جرى الحديث عنها والتحذير منها أخيرا ما نشرته بعض المنظمات الحقوقية حول وجود معتقلات يعني ورصد وتوثيق حالات اختفاء قسري وتعذيب وسجون سرية في بعض المناطق في جنوب اليمن، في المناطق التي حررت من قبضة ميليشيات الحوثيين. يعني لا يمكن أن يذهب اليمنيون من جحيم الميليشيا إلى نار السلطة لا تتحمل مسؤوليتها، وأيضا أشقاء لا يقومون بواجبهم ومسؤولياتهم في تعزيز حضور السلطة الشرعية، ليس فقط بالمفهوم القمعي والأمني البحت، ولكن أيضا بحضور السلطة الشرعية بكل ما يعني سلطة شرعية من مسؤوليات تجاه المواطنين وتجاه المجتمع، سواء في الجانب الإغاثي والإنساني أو فيما يتعلق بالخدمات الخدمات الأساسية الماء والكهرباء. كان هناك خطوة جيدة قبل أيام بافتتاح المحطة الغازية المحطة الكهربائية الممولة قطريا، نعم يعني قد تخفف من وطأة الحر الشديد للسكان في مدينة عدن، لكن أيضا يجب ألا دائما نتوقف عند إنجاز محدود صحيح. ومعين، وهذه إشكالية كبيرة يعني على السلطة الشرعية ألا تعول دائما فقط على منجزات بسيطة ومجتزأة ثم تترك المجتمع ومناطق سيطرتها والسكان القاطنين في مناطق سيطرتها لمشكلات والمشكلات الناجمة عن خدمات عن غياب الخدمات الأساسية أو عن عدم صرف المرتبات أو آثار الحرب الناجمة والتي ما زالت ممتدة حتى الآن، سواء ما يتعلق بالنازحين وإعادة ومعالجة أوضاعهم أو أسر الشهداء والجرحى وترتيب أوضاعهم وظروفهم الإنسانية والمعيشية، أو حتى وضع موظفي الدولة سواء في الجهاز الأمني والعسكري أو الجهاز المدني. وبالتالي على السلطة الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها، وعلى التحالف العربي إن كان لا زال يعتقد أنه جاء إلى اليمن لإنقاذ اليمنيين من يعني الدمار ومن الخراب، أن يتحمل مسؤوليته أيضا في مساعدة الحكومة الشرعية واليمنيين في تطبيع الحالة الإنسانية والسياسية والمدنية في مناطق سيطرة السلطة الشرعية في اليمن. صحيح. لو انتقلنا أستاذ محمد للحديث عن المناطق المحاصرة مثل تعز، يعني تعز ربما هي أسوأ المدن فيما يمر على اليمنيين جميعا خلال هذه الحرب. تعز المحاصرة، نعم لدينا اتصال. إذن قبل أن يعني ننتقل لهذه الفكرة أستاذ محمد، تكون معنا الأخت سباء الحميري من صنعاء وهي إحدى المواطنات. مساء الخير أستاذة سباء. مساء النور، رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع بالخير والبركة. علينا وعليك يا أخت سباء. بداية يعني كيف استقبل اليمنيون رمضان في صنعاء هذا العام؟ رمضان في صنعاء أجواء روحية أنها تكرر حرب الداخلية. فقد قهر السلطة ومؤسسات الدولة التي جعلت من أجواء رمضان لهذا العام أشبه بمقابر الموتى. وفي حين كانت اليمن تكشف مدافع مدافع الفقراء في رمضان، فإن مدافع الفقراء ومالكياتها مستهدفة
هي من حلت بدولة وجربت الموت والغلا والجوع والأوفاء القتلى لأبناء صنعاء. تحدث معاناة الناس أكثر في المدن الكبيرة التي تعيش الحرب الداخلية وقطع الرواتب وتجاوز عن المعاناة والغلاء الفاحش في كل شيء وسوء أوضاع الناس في كل نواحي الحياة. فلا كهرباء ولا ماء نقي والخدمات معدومة. ولكن مع ذلك التكافل الاجتماعي ما زال ينخفض في صنعاء بكثير. نعم أخت سباء اعذريني يعني لا أستطيع سماعك جيدا، يبدو أن هناك سوء في الصوت من المصدر، أعتذر منك. سنحاول عودة التواصل بك، ولكن أستاذ محمد يعني أنت أستاذ المشاهدين، نذهب فقط لمشاهدة استطلاع آراء الناس حول رمضان. أعتقد أن رمضان هذا العام يعني فيه من الصعوبات الشيء الكثير، فالانقطاع عن المرتبات عن الموظفين ويعني ضعف الأعمال لدى العمال، هذا كله أثر على يعني استعدادة المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك. بوجود الشرعية أن الأمور عندنا أحسن مما هي عليه في بعض المحافظات التي لا زالت تحت وطأة الانقلاب بكثير جدا. إن شاء الله بالخير والمحبة مع ظروف الصعبة لدى اليمنيين، لكن إن شاء الله يكون خير. والاقتصاد صعب جدا وحالة الناس يعني مزرية. يستقبلون بكل الترحيب والتهاليل ويستبشرون برمضان، وكذلك الجيش الوطني والمقاومة يستقبلون هذا الشهر بأن الله يفرج عنهم هذه الغمة ويكشف عنهم ما حل بهم من هذا البلاء الذي حصل بالبلاد. إذن أستاذ محمد سمعنا لآراء الناس، هناك تفاؤل واضح رغم كل يعني الظروف السيئة التي يعيشها اليمنيون. كنت أحدثك عن مسألة حصار تعز، ثلاث سنوات يعني من الحصار الخانق، من القذائف، من يعني كل سبل ربما البؤس يعيشها المواطن في تعز. من خلال متابعتك كيف تتوقع أن يكون رمضان في هذه المدينة المحاصرة؟ يعني إذا كان استقبال رمضان بالنسبة لأبناء تعز بمجازر مروعة ارتكبتها الميليشيات في يعني الأيام الأخيرة من شهر شعبان وقبل ساعات من دخول رمضان، أيضا ارتكبت مجزرة بشعة بحق الإعلاميين الصحفيين شهود الحقيقة وشهود الواقع رحمة الله عليهم. فيعني كيف نتوقع أن يعيش السكان بقية السكان أو سكان هذه المحافظة المكتظة بالبشر طيلة شهر رمضان؟ يعني حصار خانق سواء من خلال النقاط التي ما زالت يعني تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين في منافذ أو بعض المنافذ الرئيسية لتعز، يعني صحيح كان هناك كسر جزئي للحصار لكن ما زال أيضا بعض الطرق الرئيسية واقعة تحت نيران هذه الميليشيات، ولا زال الحصار بشكل شبه جزئي يعني مفروض على المدينة. كان هناك الحديث دائما عن قوافل إغاثية في طريقها إلى تعز، ولكن ميليشيات الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح لطالما أوقفت هذه القوافل الإغاثة ومنعتها من الوصول إلى تعز. الناس في تعز يعانون من الحرب والقذائف العشوائية التي تشنها ميليشيات الحوثيين على المدينة يوميا، ويسقط ضحاياها إلى الآن الآلاف قتلى وجرحى، يعانون من غياب الخدمات الأساسية الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات. حتى بالنسبة لجرحى الحرب يعانون أشد المعاناة بسبب ضعف أداء القطاع الصحي في المحافظة وتوقف العديد من المستشفيات عن العمل. كان هناك جهود إغاثية بسيطة لكنها لا تفي بالاحتياجات وحجم المأساة التي يعيشها أو يعانيها السكان المحليون في تعز. إذن تعز ما تزال المأساة قائمة، لا زال الجميع ينظر إلى تعز يعني متفرجين. الحكومة الشرعية ربما لم يكن يعني بوسعها تقديم الكثير لتعز، لكن كان عليها أن تبادر منذ وقت مبكر. ربما كان هناك بعض التطورات في ما يتعلق ب يعني الأزمة اليمنية، ولكن كان أمام السلطة الشرعية فرصة مواتية لدعم تحرير تعز منذ وقت مبكر ولكنها تقاعست.
للأسف الشديد لا زال هناك غموض كبير في موقف التحالف العربي من مأساة تعز، يعني والإبقاء على هذه المأساة مفتوحة، رغم يعني ما قد تمثله من تداعيات خطيرة سواء على مستقبل القضية اليمنية ونضالات اليمنيين في استعادة الدولة، أو حتى على مستوى الأمن القومي الذي جاءت هذه يعني جاء التدخل أصلا العربي لحماية الأمن القومي، وبالتالي الأمن القومي العربي أقصد والخليج تحديدا، وبالتالي إبقاء مأساة تعز مفتوحة يعني إشكالية كبيرة. يجب أن تتوقف هذه المأساة، يجب أن يكون هناك مسارعة في حل كثير من مسائل المعقدة في تعز. كيف تتوقف يا أستاذ محمد؟ يعني وللأسف يعني تبدو هكذا، يعني أنها خارج الحسابات، تبدو تعز خارج الحسابات الدولية والمحلية أيضا. يعني ولد الشيخ مؤخرا أتى إلى صنعاء واستقر فيها 3 أيام رغم ما قيل بأن هناك محاولات اغتيال له، ولكن ربما هذه أطول مدة يظل فيها ولد الشيخ في صنعاء، لم يعني يظل إلا ساعات في عدن أو في الرياض. الغريب يعني قلت لك أنه لا يتم الحديث عن تعز، ولا كأن هناك محافظة محاصرة يقتل فيها المدنيون يعني يوميا بقذائف بقناصة بالحصار الأوبئة المنتشرة. تم الحديث فقط عن مطار صنعاء والحديدة. أخت آسيا، إذا كان 16 منظمة حقوقية عالمية مشهورة ومعروفة بسجلها في الدفاع عن حقوق الإنسان استفزت وأصدرت بيانا مطولا حول مزاعم تعرض ناشطة حقوقية تحظى بعلاقة وطيدة مع هذه المنظمات لشبهة التهديد لها، أو ما قيل عنها محاولة تشويه صورتها أو سمعتها، بينما هذه المنظمات تسكت وتصمت كالقبور عن الجرائم اليومية بحق تعز، وإذا تحدثت تتحدث فقط في سياق عام، يعني في سياق عام أو في محاولة لوضع تعز كضحية في نفس المربع الذي تضع فيه الجلاد الميليشيات الانقلابية، وللأسف الشديد يعني تساوي بين الضحية والجلاد في معرض حديثها حتى عن مآسي تعز وعن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في تعز. نعم، لماذا هذا التناقض أستاذ محمد؟ يعني هي الإشكالية أنه ربما حسابات بعض الفاعلين الدوليين فيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية من الوهلة الأولى، هؤلاء الفاعلون الدوليون الذين شرعنوا لجماعة عنف مسلح ذات طابع عنصري طائفي للتمسك بالسلاح والدخول في معترك السياسة مع تمسكها بالسلاح، وهو سابقة خطيرة في العرف السياسي وفي القانون الدولي، ثم محاولة غض الطرف عن جرائمها بحق المجتمع اليمني بدءا من دماج في صعدة مرورا بعمران ووصولا إلى صنعاء ثم المدن اليمنية. هذه القوى أو هؤلاء الفاعلون الدوليون الذين يعني كان لهم بعض الحسابات فيما يتعلق ب يعني مصالحهم أو محاولة خلق نفوذ جديد وتقاسم النفوذ في المنطقة، محاولة كبح جماح طموحات اليمنيين في التغيير والتحول الديمقراطي من خلال إعادة النظام القديم أو دعم جماعات عنف طائفية. تعتقد هذه القوى أو هؤلاء الفاعلون الدوليون أن هذه الأدوات يمكن أن تخدمها فيما يتعلق بحماية مصالحها والحيلولة دون وصول هذه الشعوب والمجتمعات إلى الاستقلال التام في قرارها وفي صناعة التحول الديمقراطي والأمن والتنمية المستدامة، حتى تبقى هذه منطقة صراع دائم وبؤر استنزاف لكل الأطراف والقوى الموجودة في هذه المناطق، وبالتالي أقحمت المنظمات والنشاط الحقوقي في أتون هذا الصراع وهذه الحسابات السياسية حتى فسد العمل الحقوقي. وشاهدنا بشكل واضح أيضا حتى أداء بعض المكاتب والهيئات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية. أشرت في سؤالك إلى المبعوث الأممي الذي يصل صنعاء ويقيم فيها 3 أيام ويلتقي ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع صالح،
ثم يغادر العاصمة دون التوصل إلى أي اتفاق أو محاولة إقناع هذه الميليشيات بتوريد الإيرادات التي جمعتها إلى خزينة البنك المركزي أو القبول بهدنة مؤقتة خلال شهر رمضان، ومع ذلك تستمر هذه السياسة، سياسة تدليل الميليشيات وجماعات العنف المسلح لغرض استخدامها ك يعني أدوات لكبح جماح الشعوب التي تطمح للتغيير والتحول الديمقراطي والاستقلال. نعم، إذا شكرا، يعني اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي فهد سلطان، يحدثنا عن يعني الكثير من اليمنيين الذين يعيشون رمضان في المنفى. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الخير والعافية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا أستاذ أسي، مرحبا. كل عام وأنت بخير، رمضان كريم أستاذ فهد. وأنتم والمشاهدين الكرام بكل خير وعافية بإذن الله. أستاذ فهد، يعني ربما لفتنا أحاديث كثير من اليمنيين وهم يحسبون أنها يعني كيف أن هذا رمضان الثالث وهم بعيدون عن الأهل، بعيدون عن أحبتهم، عن طقوس رمضان التي يعني تتميز بها الأجواء اليمنية. رمضان في المنفى كيف يعيشه أبناء اليمن؟ نعم صحيح، اليمنيون بالتحديد يعني أكثر الناس من الذين لهم علاقة حميمية مع رمضان داخل الوطن، فخاصة المغتربون والذين خرجوا خارج البلد دائما ما يعملوا حسابهم أنه في شهر رمضان سيعودون لقضاء هذا الشهر بين الأهل والأقارب والأحباب. غالبية الناس يعني ربما الكثير أو الغالبية العظمى يعيشون هذه النفسية، حتى الذين انقطعوا لسنوات عدة طويلة عن اليمن يعودون في رمضان ويفضلون أن يكون هذا الجو الرمضاني في مع أقربائهم في اليمن. بسبب هذه الحرب اليوم تغير الوضع تماما، تغير الوضع بشكل كبير. بل هنالك نفسة مهمة، وهي أن اليمني ربما في طقوسه في حنينه إلى وطنه يختلف عن كثير من الناس في كثير من الدول. في اللحظة التي يهرب الناس فيها من بسبب الحروب أو بسبب المشكلات داخل البلد، نجد اليمني في طريقة عكسية. يعني اليوم مثلا لو فتحت الأجواء أو تسهلت الأمور سيعود كل الناس حتى رغم الأوضاع القاسية الموجودة داخل البلاد. ارتباط اليمني بأرضه، بوطنه، يعني بحياته تختلف كثيرا عن كثير من البلدان، وهو السر الذي جعل اليوم مثلا نحن نتابع على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من يكتب بحسرة، من يكتب بحنين، من يكتب أنه بعيد للعام الثاني وبعضهم للثالث وبعضهم للرابع وهكذا يعني. نعم. أستاذ فهد، يعني ربما أنت يعني من خلال اتصالاتك وعلاقاتك تستطيع أن تنقل لنا الصورة عن رمضان كيف يعيشه أبناء تعز. بالتحديد صحيح، أنا على سبيل المثال مثلا أنا الآن أقيم في الرياض، لكن تختلف تماما. يعني أنا العام الثالث على التوالي لم أعيش جوا رمضانيا حقيقيا كما كنت أعيشه في اليمن. في اليمن تستطيع أن تلتقي بالأهل، بالأقارب، بالأصحاب، يعودون من أعمالهم أو يأخذون فترة إجازة وتلتقي الأشخاص الذين لا تراهم في طوال السنة، تستطيع أن تراهم في رمضان، تستطيع أن تزور، أن تفعل الأشياء. يعني مثل هذه الحال الأشياء خارج الوطن لا تستطيع، يعني مستوى اللقاء بالأصدقاء أو اللقاء يعني محدود جدا، لا تستطيع أن تعيش جوا رمضانيا حقيقيا. نحن هنا نحاول أن نلتقي ببعض الزملاء، ببعض الأصدقاء، ولكنهم تواصل محدود ينقصنا الأجواء الرمضانية، ينقصنا الجو الذي عشناه منذ طفولتنا، منذ شبابنا في فترات طويلة لأكثر من يعني 25 أو 30 عام نفتقده في هذه اللحظات. ولذلك هذا الذي يجعل الإنسان يعبر عن حنينه الكبير إلى وطنه، إلى تلك الأماكن التي ارتبطته بدانيا بحياته. ربما أستاذ فهد يعني لم يصلك سؤالي واضحا، يعني كنت سألتك يعني من خلال علاقاتك بالتأكيد لديك صورة واضحة عما يعيشه أبناء تعز، كيف سيمر عليهم رمضان هذا العام برأيك؟ نعم، فيما يخص مدينة تعز وضع قاسي للغاية. نتواصل كل يوم، تصلنا رسائل، نتواصل مع أصدقاء وزملاء، وضع قاسي. لا تستطيع صور أو لا تستطيع الكاميرا أن تسلط الضوء على حجم المعاناة التي تعيشها تلك المدينة. هنالك إصرار، هنالك صمود أسطوري كبير هو الذي
يعني لم يجعل هذه المدينة تسقط أو أن أو أن أن أن, أن, أن تتوجه نحو الفشل أو نحو السقوط. يقابل ذلك برود كبير من قبل الشرعية، من قبل التحالف، من قبل حتى الدول المانحة، الذي يجري في تعز شيء قاسي للغاية. لم تكن هذه المدينة تتوقع أو لم يكن أي حر أو رجل شريف في هذه البلد بشكل عام أن يعتقد أنه ربما سيتصل حجم المعاناة إلى هذا المستوى، وحجم الصدود وحجم اللامبالاة من قبل الشرعية إلى هذا المستوى. الوضع الكارثي والإنساني في مدينة تعز كبير، يتجاوز ما يستطيع الإنسان أن يقوله أو أن يرسمه أو تنقله الكاميرا هناك. يعني الوضع هذه المدينة وضع سيء للغاية. ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو أقل بكثير، بل بعشرات المرات. هنالك بعض القصص يعني تصلنا، أنا مثلا على سبيل المثال إحدى القرى القريبة من محافظة تعز، تصلني من إخواني تصلني بعض القصص من أبناء القرية نفسها، لا أستطيع أن أنشرها حتى لا يشعر الناس بالإحباط، وحتى لا يقول الناس أن هذه مبالغات، وهي في حقيقة الأمر حقائق موجودة على الأرض. من يعني يزور أو يقترب من الناس كثيرا، وخاصة من الناس البسطاء، سيجد مثل هذه القصص تتكرر بشكل كبير، بما يدعو أن هنالك معاناة كبيرة وغير عادية في هذه المدينة وفي عدد من المحافظات. في مدينة تعز تزداد كثيرا، لأنها تعيش حصارا بكل ما تعني الكلمة، حصارا من قبل الميليشيات لمدة 3 أعوام، وهنالك تجاهل كبير من قبل الحكومة الشرعية، وهو تجاهل غير مبرر تحت أي ظرف كان وتحت أي عذر كان. نعم أستاذ فهد، يعني ربما أبلغ صورة تنقل لنا ما يحدث في تعز هي فاتحة السوء التي يعني أرسلتها قذائف الميليشيا قبل رمضان بيوم، وجعلتنا نفقد 3 مصورين صحفيين وجرح آخرين رحمة الله عليهم وشفى الله جرحاهم. يعني هذه أبلغ الصور التي توضح ما يحدث هناك. أود أن أسألك أيضا أستاذ فهد، كيف يمكن لي يعني اليمنيين في المهجر أن يشكلوا حالة إسناد لمن هم في الداخل؟ أعتقد أن حالة الإسناد ما لم تكن هنالك، يعني اليوم الوضع مختلف تماما. لا يستطيع الشخص أن أو خاصة في عدد من الدول أن تستطيع مثلا أن تمارس عمل منظم بشكل كبير ما لم يكن هنالك جانب رسمي في هذه القضية، والجانب الرسمي مع الأسف مغيب بشكل كبير. الجمعية الخيرية اليوم حتى لو تشكلت جمعية خيريات ربما ستصعب الوصول بشكل كبير. الذي يجري الآن هو عمل فردي، هنالك نحث الزملاء ونحث أشخاص ونحث تجار أن يكون هنالك تواصل ولو بشكل شخصي لأسرهم لأقاربهم لأصدقائهم. حتى الآن لا يوجد هنالك جمعية بشكل يعني بشكل منظم تستطيع أن تتولى مثل هذه الجوانب. هنالك كثير من المعوقات، ربما لا يعني لو يعني قد يكون من الأسف أن نتحدث عن أن الصورة التي رسمت أو التي يعني شوهت كثير من التفاصيل كانت بسبب هذا الوضع الرديء الذي أوصلنا إلى هذا المستوى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ محمد، برأيك هل ستصوم آلة الموت التي تحصد أرواح المدنيين في هذا الشهر الفضيل؟ رمضان هو مدرسة الصبر وغذاء الروح والصوم، يعني وأنا لست واعظا، ولكن على الأقل ما يقوله الناس كثر يعني علماء السلوك أنه الصوم هو مدرسة لتهذيب النفس وتزكيتها، ول يعني محاولة الارتقاء بالمجتمع، لأن الناس كلهم يعني يشتركون في لحظة معينة من الامتناع عن الطعام والشراب والملذات، ويتوجهون إلى يعني معاقبة أنفسهم يعني بشكل راقي جدا، لاشتراك يعني الإحساس بأوضاع الناس الآخرين ومعاناتهم وآلامهم، الذين هؤلاء الناس الذين ربما لا يجدون فرصة أو إمكانية للحصول على الملذات وعلى طيب العيش. إذا كنا نتحدث عن مجتمع مسلم يعني كيمنيين، لكن للأسف الشديد هذه الميليشيات وهذا الكيان السلالي الميليشياوي العنيف لم يراعي أي حرمة للزمان أو المكان. يعني
انتهك كل الأطر القانونية والأيام المقدسة من رمضان إلى العيد المحترمة لنا. ومارس أبشع الانتهاكات، لكن صح. مع ذلك اليمنيون اليوم يعني كلهم كتلة واحدة في مواجهة صلف هذه الميليشيات. كانت يعني السنتان وأكثر التي سيطرت فيها ميليشيات الحوثيين على مقاليد السلطة في البلاد واجتاحت المدن ومارست أبشع أنواع التنكيل، هي فرصة أيضا لكشف القناع عن هذه الميليشيات وعن مشروعها التدميري، وكانت في نفس الوقت بالنسبة لليمنيين فرصة لمزيد من التلاحم والتآخي في مواجهة صلف هذه الميليشيات. وبالتالي دعوتي أنا أرجو فقط أن تعطيني ثواني، أنه دعوتي لكل الناس يعني أن يلتفتوا إلى بعضهم داخل اليمن، أن يكون هناك فعلا صحيح. جهود للالتفات إلى معاناة الناس في النازح في مخيمات النزوح. يعني العشرة دولار مهمة جدا لإنقاذ أسرة وليطعم محمد. للأسف انتهى الوقت. محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي كنت معنا في هذه الحلقة، أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.